الموجز الاقتصادي من القدس دوت كوم، أهلا بكم. قال رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار جمال الخضري إن معدل دخل الفرد في قطاع غزة يبلغ 75 دولارا شهريا، أي ما تشكل نسبته 3% من متوسط دخل الفرد الإسرائيلي الذي يبلغ متوسط دخله الشهري 2500 دولار. تراجعت حصة الأمن من الموازنة الفلسطينية للربع الأول من العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي من 1.1 مليار شيكل في آذار 2013 إلى 917 مليون حتى نهاية آذار من العام الحالي بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة المالية. ربط خبراء ومحللون اقتصاديون بين استمرار ارتفاع ديون الدولة المصرية وبين استمرار توقف بعض القطاعات التي كانت توفر عملات صعبة للبلاد وعلى رأسها السياحة والتصدير، وأشار الخبراء إلى أن استمرار اعتماد الحكومة على الاقتراض ينذر بكارثة حقيقية. وافق صندوق النقد الدولي على خطة مساعدة لأوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار مع إقراره بالأخطار المتصلة خصوصاً بالتمرد الموالي لروسيا في شرق البلاد. وقالت المديرة العامة للصندوق كريستين لاغارد إنه كان من الضروري القيام بعمل عاجل لمصلحة البلاد. وأخيراً أسعار العملات مقابل الشيكل. أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.